اقول لك هارد كانت نتيجه اليوم، لكن قبل ما اتكلم عن اي شيء ثاني خلينا نقول نقطه التحول في مباراه اليوم. الاهلي خلال 80 دقيقه سجل 3 اهداف، وخلال 10 دقائق استقبل 3 اهداف. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي أن أعتذر من جماهير النادي الأهلي على هذه النتيجة المخيبة للآمال. هذا ليس تقليلا بنادي الفتح، بالعكس نادي الفتح رأيناه اليوم وقدر يرجع في 10 دقائق. ما حدث يعني هذا لابد أن يمر مرور الكرام من الجميع. التراخي كان باين في آخر المباراة، وكان النتيجة وكان المباراة انتهت. طبعا أنا بالنسبة لي نقطة التحول هي التصاريح اللي كانت ضد الأهلي طوال الأسبوعين أو 3 أسابيع الماضية، وأتت بثمارها بضربة جزاء يعني لا يمكن أن تكون صحيحة بأي حال من الأحوال يعني. لكن هذا لا يعفينا من أنه كان في تقصير داخل أرضية الملعب. يعني نعم أخطأ الحكم في احتساب ضربة الجزاء، أعطت دافع كبير للأشقاء في نادي الفتح للعودة للمباراة. كان مقابله أيضا تراخي من بعض اللاعبين أو ضمان النتيجة، لكن بإذن الله أنها تكون كبوة جواد، وبإذن الله أني أعد جماهير النادي الأهلي بالعمل على تصحيح ما حدث في هذه المباراة. والحقيقة بالنسبة لي هي خسارة يعني. نعم الأمل لا زال موجود والمنافسة لا زالت موجودة، تفارقك عن الأول الآن نقطة واحدة فقط لا غير يعني، لكن أنه كان بالإمكان أفضل مما كان يعني. للأسف أنه تحدث من فريق منافس على بطولة الدوري ويملك لاعبين خبرة، آخرتها 5 الآن منهم حيمثلوا المنتخب في المباراة القادمة، أنك تخسر أو تسجل في مرماك 3 أهداف في 10 دقائق هذا أبدا لا يمكن أن يكون مقبول. أتمنى من الجماهير الأهلي أن كما عودتنا دائما أن تساند الفريق على العودة. بإذن الله احنا حنعمل، حيكون هناك اجتماعات من الغد إن شاء الله مع الأجهزة الفنية والإدارية وبعدها مع اللاعبين لتصحيح الوضع هذا، لأنه إذا حيستمر الوضع كما هو المهمة حتصعب يعني. لكن خلينا ناخذها بناحية عقلانية أكثر من أنها ناحية انفعالية، وبإذن الله قادرين على العودة بالفريق إلى الطريق الصحيح إن شاء الله. اسمح لي في نقاط